بعيد عن الحساسية والظنون السلبية أكيد طبعا أي علاقة زوجية ترتكز على ركائز معينة، لكن اليوم حديثنا حيكون شامل إن شاء الله وحيكون مفيد خاصة للي عندهم أوزان زايدة أو عندهم سمنة مفرطة، كيف ممكن تصبح علاقتهم الزوجية الحميمية مقبولة لدى الطرفين. أكيد حنتكلم عن هالموضوع أكثر مع الدكتورة سلوى البهلكي، استشاري مشارك طب النساء والولادة. حياك الله دكتورة. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكم دكتورة. دائما في معوقات علشان السمنة المفرطة والسمنة الزايدة خاصة بين الأزواج، نبغى نعرفها إذا تسمحين لنا، نبغى نتكلم شوي عن هالموضوع. المعوقات دائما المعوقات ممكن تكون معوقات أسرية اجتماعية، علاقات في العلاقة نفسها، معوقات صحية. فأغلب يعني احنا طبعا احنا اليوم حنتكلم عن المعوقات اللي هي الحميمية، فعلشان كده أساس الوقت بس ما يضيع نبغى نركز على يعني هذا الموضوع. فالمعوقات الحميمية أسبابها طبعا عدم الثقة بالنفس. لما أنا أشوف لما الزوج أو الزوجة سواء واحد ولا اثنين أو يعني يكون واحد فيهم سمين، دائما سبحان الله يعني غالبا يشعر بالنقص طبعا. فيحس انه كيش المظهر حقه لا هذا انه ما هو اتراكتيف، ما هو جذاب للطرف الاخر. فهذه من احد اهم المعوقات. ايش يصير لما انت تحس نفسك انت ما انت جذابه، او البس مثلا لبس ويضحك علي ولا يعمل لي ايش يسوي؟ هروح انا استحي. لما استحي اصير ما ابغى البس، ما ابغى اغري، ما ابغى اعمل اثاره، حبعد عنه، حصير ما لي رغبه في العلاقه نفسها الحميميه. وبعدين لما يصير ما لي رغبه ممكن بعد كذا انا ما يصير لي اشباع. لما يصير ما في اشباع يصير حتى ممكن انا حسب طبعا ايش كيف رده فعل الاخر ممكن اصير عنيفه، اصير اعمل ردات فعل يعني عنيفه وتحصل مشاكل يعني طويله وكثيره بين الزوجه والزوج، وكلها بسبب بس فكرة السلبية هذه. يعني فكرة أني أنا سمينة. يعني أنا دائما أقول أساس أي علاقة زوجية ناجحة هي العلاقة الحميمية، فإذا فشل هالموضوع هذا فالعلاقة الزوجية فاشلة 100%. صحيح. لأنه فعليا هذا الموضوع جدا حساس عند الأزواج. صحيح. ما أقول لك هو سبحان الله دائما مثلا الرجل يعني أو المرأة يعني مثلا يعني لما تروح تقولي مثلا سمين ما عاجبني، ماما انت اخترتيه. صحيح. كيف كنت مختارته من الاول؟ كيف كان عاجبك من الاول؟ بعدين لو كان مثلا نفترض انه كان سليم ما في شيء وبعدين سمن خلاص حتسيبيه؟ يعني صراحه المشكله هي صح ولا لا؟ ما احنا كلنا نتعرض لمشاكل، انت نفسك ممكن تتعرضي لهذه المشكله. تكوني رشيقه ومره حلوه كذا وفجاه تاخذي تحملي ما تحملي، يصير عندك هرمونات لخبطه، تاخذي كورتيزون تروحي تسمني، فتصير السمنه هذه. يعني لو انت نفرتي من زوجك بسبب السمنه او هو العكس هو نفر بسبب السمنه، فهذا معناه مو عشان انه سمين، هذه معناته انه في خلل في العلاقه. فلازم تبحثي عن العلاقه العاطفيه، العلاقه اللي بينك هي والعلاقه العاطفيه. لا العلاقه العاطفيه، العلاقه اللي بينك وبينه في شيء بينك وبينه هو اللي ناقص. هو اللي ناقص. يعني انا جتني واحده مره هي وزوجها في العيادة، كانت هي كانت نحيفة عادية، وبعد ما جابت الطفل الثالث سنة 30 كيلو زايدة. فبعد كذا ما خلاص صارت ما تبغى تروح، يعني تحس انه زوجها يعني ما يحبها وما هي اتراكتيف، زي ما هي جذابة. وبعدين هو يقول لي انا احبك، بس هي كانت تفسر هذا بايش؟ تفسر انه شفقة عليها، وانه بس زي ما تقول صاين العشرة. فهو مرة من المرات قال لي اقسم بالله يا دكتورة انا ما اشوفها سمينة. أيوه. انا اشوف قدامي الشخص اللي انا احبه مو انها سمينه. فانت فعلا انت دحين انت وصاحبتك لما تشوفي مثلا صاحبتك انت تشوفي سمينه ولا نحيفه ولا فيها شيء، ما تفكر اوكي ممكن او ايش فيكي كده، وبعد كده خلاص تنسي. صح ولا لا؟ العلاقه انه سمنانه نحفانه أيوه، بس كده كلمه بس عابر، وبعد كده يصير العلاقه اللي بينه وبينك مختلفه مو الشكل. يعني وبعدين هو هذه الحمد لله صارت ما شاء الله تمام. طيب يعني دكتورة سلوى، بس يعني بالفعل يعني المعايير الآن أصبحت عالية، طبيعي إنه السيدة اللي بيزيد وزنها خصوصا بعد الزواج والخلفة يعني بتتأثر نفسيا. صح. ما راح تكون عندها ثقة في الناس، ما راح تتقبل نفسها، ما تبغى حتى أقرب الناس اللي هو زوجها يشوف جسمها بهذا الشكل، لأنه بنفتح السوشيال ميديا وبنشوف ما شاء الله البنات كيف أجسامهم ونحاف ومهتمين بنفسهم، وهو بيفتحتر من جهة تانية، وهو نفس الشيء هو كمان بيشوف فيه واقع يعني. ولكن مبدأ يعني كيف راح تتعامل، كيف راح تزيد السيدة من ثقتها بنفسها أو حتى الرجل يعني.
او حتى الرجل، وكيف يعني هل هم يعززوا البعض ولا كيف النظره هنا تكون؟ ما هي انت لسه قلت ان هي ثقتها بنفسها تقل وتفتح تطالع في السوشيال ميديا، صح ولا لا؟ اول شيء لازم ثقتك بنفسك ما تهتز. احنا كشخص، انت ما انت شخص كامل، انت الحين فيكي صفات كثير حلوه، عندك نعم كثير ممتازه، حابك على هذه؟ صحيح. ايوه ايوه تاثر، لانه لا في العلاقه تأثر، ايوه تاثر كثير، تاثر لانك انت تركتي نفسك انها تتاثر. انت لازم ما تسمحي ابدا انها تاثر عليكي، لازم تقبلي نفسك كما انت. الحين مثلا المسكين اللي يجيهم سكر ولا ضغط ولا يجيهم اي شيء، السكر مثلا عايشين طول حياتهم لازم ما ياكل اكل معين، لازم يمارسوا حياه معينه، لازم كل يوم يضربوا ابره انسولين، لازم في اشياء طقوس معينه لازم يسووها، خلاص ماتوا ما عاشوا، عايشين حياه طبيعيه. اللي ما تقبل هي اللي حتعيش حياه غير طبيعيه. صحيح. فانت الحل هو تبداي اول شيء بنفسك، انت تبغى الحل اول شيء تبداي بنفسك، هذه رقم واحد. ثاني شيء، اول شيء تعترفي انه عندك مشكله، بعد ما تعترفي انه عندك مشكله حطي لك هدف. متى تعالجها؟ ايش؟ متى تتعالج المشكله؟ ما اقول لك لا، انت اول شيء اعترفي انه عندك مشكله، انت مشكله السمنه مثلا، ايش اللي مشكله السمنه عملت لك؟ مثلا في العلاقه الحميميه مثلا مشكله، ما احب جسمي، ما ابغى احد يشوف جسمي، ما تحبي جسمك. طيب أيوه. انت ما تحبي جسمك، هذا نظرتك انت. الحين مين احلى، هي ولا هي؟ كلهم حلوين ما شاء الله، خلاص ما كل واحد له شكل. كل واحد له جمال، في واحد له شكل. صحيح. هل انت احلى منهم الاثنين؟ لا طبعا، لا، كل واحده لها جمال ولها شكل. وبعدين لازم اقتنع ان الشكل مو شيء واحد. الشكل المظهر او الجمال، أو الجمال نقول. الجمال ما هو جمال واحد. صحيح. او حتى لما يعني الجمال عباره عن مجموعه، عباره اكثر شيء هم اربعه. مثلا لما تاخذي مثلا الشكل المظهر، في مظهر حسي هذا اللي اشوفه. المظهر الحسي الجمال اللي ألمسه وأشوفه بعيوني، هذا الحسي. بعد كذا في مظهر إيش اللي هو العاطفي، خارجي. العاطفي اللي هو إيش العاطفي، أنت كيف أصلا عاطفتك، هل أنت إنسانة حقودة حسودة، هل أنت إنسانة حنونة، هذا العاطفي. في المظهر المعرفي، المعرفي أنت كيف، أنت كيف أنت مثلا تفكري بالأمور، كيف طريقة تفكيرك. في كمان آخر واحدة اللي هي السلوكي، كيف انت تتعاملي مع الناس، تتعاملي معايا. تصوري انك انت الحين يعني انت اخذتي واحد جميل ورشيق وحلو ما في احلى منه، لكنه ايش؟ لكنه متكبر، لسانه طويل، مخلي حياتك كلها مزربه. صحيح. صحيح. بالله صحيح. هذا احلى ولا داخل واحد تختوخ هذا ودمه خفيف، ودمه خفيف وعسل؟ ايوه من احلى التختوخ او التختوخ هو الاحلى، صح ولا لا؟ طبعا هي كلها معادله كامله، مو شيء واحد. صحيح. هي مجموعه اشياء، او خلينا نقول معايير، يمكن اغلبها تهتم في الانسان من الداخل قبل أن تهتم بشكله الخارجي. ولكن احنا هنا نبغى نتكلم في هذه الفقره تحديدا عن المشاكل اللي بيعانوا منها الشخصين المتزوجين اللي عندهم زياده في الوزن. الان كيف يقدروا يبنوا بينهم وبين بعض علاقه عاطفيه حميميه؟ فين يكون الابداع هنا؟ اول حاجه الابداع تقصدي؟ اوكي، اول شيء ابغى اشوف ايش عشان تبغى تعمل حاجه مبدعه، ايش لازم تسوي عشان تقولي واو هذا ابداع؟ لازم يعجبني هذا الشيء ويعجبك انت. صح صح ولا لا؟ هل الابداع اني انا يعجبني شيء لوحدي؟ لا طبعا، لازم احنا الاثنين يعجبنا. صح. فلازم اول ما نبدا هنا نبدا نتحاور مع بعض، انا والزوج. يكون في شفافيه مره في الحوار، يكون في لغه تفاهم، اقول له حبيبي انا وياك احنا نبغى نعيش حياه مره حلوه. سعيدة. صح ولا حياه سعيده؟ ما تحط اكسبكتيشن عاليه، حط اكسبكت اللي هي التوقعات، حط التوقعات المعقوله البسيطه. طيب صح. احنا كيف نسوي؟ خلينا انت ايش تحب، ايش تكره، ايش ما تبغاني اسوي. صحيح. انا ما احب كذا، طب ايش رايك نسوي كذا ما نسوي كذا؟ هذه الامور المفروض اصلا قبل الزواج، حتى في الزواج، هذه مستجدات على فكره، هذه مو بس قبل الزواج. نعم. حتى بعد الزواج انت تقولي كلام تلاقي الواقع شيء ثاني. صح. في اشياء تطلع لك انت عمرك ما فكرتي فيها، صح ولا لا؟ اي والله. ذيك الساعه ذيك الساعه يبغانا نسأل، نقول له لا الشيء الفلاني هذا ما عجبني. بس طبعا طريقة الكلام مهمة. يعني أول شيء كمان من أحد الطرق المهمة في الكلام في الحوار، أنه لازم الطرف الآخر، لما اتفقت أنه لكن يتحاور، أنت تسمعي وأنا أتكلم، ما تتكلم أنت، يعني واحد فينا هو اللي يتكلم وبعدين ما أقول له إيه؟ بعدين أعطي فرصة وبعدين هو يتكلم مرة. نعم. بعد ما أقول له كل اللي عندي، وبعدين لما تتكلم تقولي أنا أنا أنا، طبعا ما تتكبري، أنا أحس، أنا أعتقد، أنا كذا، هذا تقولي، ما تقولي أنت ما تحبني، انت ما صرت تهتم فيه، هو انت دخلت فيه؟ انت عرفت ايش اللي جوايا؟ لكن لما انا اقول لك انا احس انك انت ما اصبحت مهتمه فيه، ما ادري، انا اظن، انت قاعد تكلمي عن نفسك وهذا واقع. هو ذيك الساعه
بعد ما يخلص وتصيري طبعا يكون الحوار مو اني انا الا انا المنتصره، لا انا ابغى حل، ما ابغى اعرف مين اللي عامل المشكله، خلاص احنا عرفنا المشكله اسباب المشكله. يمكن لما يكون في بينهم دكتور سلوى، يعني انا ما ادري بس من كلامك استشفيت انه لما يكون بينهم عاطفه عقليه في في وعي ممكن تغطي شويه على المشكله اللي صدقيني اول شيء انت لازم تبنيها. ما هو الابداع وين الابداع راح؟ تبني هذه العاطفه لازم صح. تبنيها، لانه هو لما تزوجك ما تزوجك عشان يتخانق معك، صح هو تزوج عشان يبغى ينبسط معك، ولا انا تزوجت عشان اتخانق معك، ولا انت كمان انت تبغى تنبسطي فتقول تعالي بابا انا ابغى اسعدك اخليك اسعد واحد في الدنيا، اذا ما اسعدتني انا ما حعرف اعطيك السعاده هذه، واذا انت قدمت لي السعاده وانا ما قلت لك ايش اللي سعدتي انت حصير انا اسعدك وانا ماني سعيده، فحصير فيج ما حصير مضبوطه. فلازم احنا الاثنين نتفق. ثاني شيء لازم شيء ثاني لما تيجي مثلا لازم تثقي بنفسك وتشوفي انا عندي نعم كثير، انا حلوه، انا في صحيح والله الحين مثلا في ثلاث اشياء مهمه، لا تقارني نفسك بالاخرين صحيح. وهذه حق السوشيال ميديا صح. لا تقارني. ثاني شيء لا تسعي الى الكمال، ما في احد كامل في الدنيا كلنا فينا عيوب. وبعدين لا تنتقدي الاخرين، لما انت تنتقدي الاخرين انت اول وحده حتنتقدي نفسك، لان انا الحين اقول وشفتي هذه كذا عشان كذا، وبعدين انا ليش اترك لغيري فرصه المجتمع يعني هو اللي يروح او انتقادات تاثر فيا اخذها بضحك ما اخليها تاثر فيا. بعدين نيجي على بعد ما انا خلاص عرفت هو يعني ايش يبغى وايش يكره هو ايش يبغى، نبدا ناخذ المساله رحله ممتعه، خلينا نشوف نستكشف مع بعض ايش رايك نسوي المره هذه كذا، ايش رايك نسوي كذا، طب خلينا نسوي كذا يمكن ما حيحصل شيء يعني عارفه كيف، مره حننبسط مره ما حتنبسط. عنصر المفاجاه جدا مهم يعزز موضوع العلاقة. يخليها مره حلوه يعني يخليها يعني تجنن متجدده دائما، ودائما لازم نسوي شيء غريب شيء جديد صحيح. الروتين لا الروتين مو حلو صح. ابدا لاي احد مو حلو صح. بعد كذا عندك كمان لما تجي مثلا خلينا ايش لازم يعملوا ديت، لازم يعملوا موعد، مثلا انتم الحين تشربوا مع بعض قهوه وشاهي كل يوم صحيح. صح ولا ما تقولوا لنفس خلينا نطلع الله يخليكم صحيح. نطلع برا في المقهى نبغى نطلع شويه نشرب كذا نطلع من الجو هذا حق الشغل، مع انكم جو ما شاء الله مره حلو لازم كذا وقت يكون خاص بين وقت الزوج خاص ليكم الزوج والزوجه تكون اجواء حميميه وحلوه ويجلسوا كذا ويصير ذاك الوقت مخصص ماش مو للممارسه المعاشره لا مخصص للمداعبه للمشاعر. الملاطفه للمشاعر يلمسها تلمسه يحن عليها يحضنها يحس يشوف فين مناطق الاثاره اللي عندها اكيد طبعا إيش؟ مره ثانيه لما يصير وقت الجو وقت الشغل الحقيقي يكون عارف خلاص ايش ممكن تعمل وبعدين يشوفوا كمان يستكشفوا مع بعض. طيب دكتور سلوى يعني الحديث معك لا يمل، وبالفعل شكرا على هذه النصائح اللي ممكن تعزز من العلاقه بين الزوجين وتكونوا هم الاثنين يعني يحصلوا على حياه افضل وسعاده اكثر. شكرا لوجودك معنا اليوم. خليك هلا مشاهدينا فاصل وراجعين معكم.